خلينا نتكلم بصراحة، ما سألتش نفسك ليه تعبين نفسنا وبنرتب بالقبطي؟ الله، احنا ممكن نرتب بالعربي. مش بتتضايق لما تلاقي شماس بالع الميكروفون وطبلة ودنك هتتخرم؟ مش احيانا بتلاقي شماس مش عارف يضرب الدف والدبان وعمال يكسر في الايقاع ويقلب في الايقاع؟ سألتش نفسك ليه الكنيسة منعت العود والكمانجا وكل الالات الموسيقية وسابت الدف والتريانت بس؟ في حلقات خمسة تسبيح بفهم هتفهم كل حاجة وهنجاوبك على كل الأسئلة اللي جواك في أقل من 5 دقايق. مش هتضيع وقتك بس استنانا في برنامج خمسة تسبيح بفهم.